صفاته الحلوة جدا، وأنا بحس إن كل صفة بتكمل التانية. يعني لو الواحد بيفصل كده شخصية الأنبا ميخائيل، كل حاجة بتوصل للتانية. لكن إيمانه بفكرة التلمذة عمليا، وإحنا شفنا ولسه بنشوفه بنكتشف قد إيه تلاميذ لنيافة الأنبا ميخائيل واخدين من روحه ومن صفاته، ماشيين على نفس نهجه. إزاي كان إيمانه بالتلمذة وكان بينفذ ده حرفيا؟ سيدنا في حياته يعني أكتر حاجة نتعلم منها هي حياته. في قول جميل جدا للقديس يوحنا الذهبي الفم بيقول يعني علمني بحياتك فهذا أفضل. إحنا كنا لمسين في سيدنا فكرة التلمذة، يعني لما قعدنا نعمل جرد للقلاية شيخ جليل بقدر سيدنا، وبعدين يكون بيسجل العظات بتاعته، يكتب الملحوظات بتاعته، فكان يقول دايما لازم يا أبونا لما تيجي تحضر عظة تكتب بنود العظة وتحضرها. ما كانش يحب الورق حتى، لكن كان يقول اللي يحب يستعين بيه. لكن فكرة التلمذة كانت في حياة سيدنا واضحة جدا لحد آخر وقت في حياته. سيدنا دخل الدير، دير أنبا مقار، اليوم اللي دخل في الدير حافظ عليهم الأربع ده، كان يوم خلوته يجي الأربع الصبح. أنا شخصيا قعدت فترة في بيت الرسامة، يعني اخترت يوم ده الأربع، كنت آجي وكان يقابلنا سيدنا في المكان اللي احنا فيه ده. كان فيه هنا مكان كده يتحط عليه التلفزيون نسمع فيه، يعني كان ما كانش تلفزيون، كان كاسيت ساعتها، نسمع العظة بتاعت اجتماع الثلاث. سيدنا يبقى قاعد في المكان ده هنا ويبعت لكل واحد يقول له العظة النهارده فيها تعليق كذا. ده فاكر مرة سمع لي عظة كانت هنا في الدير فترة الخلوة، قال لي الفكر ده فكر البابا أثناسيوس. قلت له فعلا سيدنا في حاجة من تجسد الكلمة. قال لي الفكر ده من درامبا مقار. قلت له سيدنا دي كانت مجلة دير الأنبا مقار، يعني بيعرف من العظة دي بتاعت الآباء ده الخط الروحي، الخط الروحي اللي انت باخده والفكر ده جاي منين، دي خبرات وإنسان دارس وقارئ. وكان دايما يقول لازم العظة تبقى مشبعة بآيات، يعني العظة نص ساعة مثلا على الأقل فيها 30 آية. يقول احنا بنعمل ايه؟ بناخد كلمة ربنا نديها للناس، فلازم نكون على قدر المسؤولية دي. ففكرة التلمذة في حياته فضلت لحد آخر وقت في حياة سيدنا. كان يجي يوم الأربع ويقعد في الخلوة هنا، وكان يهتم انه يسمع ويحضر كمان. انا لما قريت ابونا يا ابونا لقيت برضو وقدسك بتتكلم وتقول سيدنا كان بيتعامل معانا وبيسمع عظاتنا ويطلع اللي فيها ويقول، فكرة احترامه للكهنوت يعني كتير بيتكلموا عن هذه الصفة في نيافة الأنبا ميخائيل، احترامه الشديد لرجال الكهنوت. لو قدسك تكلمنا عنه. كان سيدنا يجل الكهنوت جدا، وكان بقى يبان أستاذ إسحاق عمق اتضاع سيدنا بقى، يعني احنا يعني ولاد سيدنا. أي. في العمر يعني صحيح. يعني انا لما اترسمت كاهن حاجة 20 سنة سيدنا يضحك يقول لي صغير، كان سيدنا وقتها 80 سنة، فأنا الجيل الثالث من سيدنا وآباء كتير يعني. فكان يسمع العظة لحد فينا. بص بقى اتضاعه، يقول النهاردة المسيح بعت لي رسالة جديدة. واحد يخجل من نفسه، سيدنا 80 سنة ولما تنيح 94 سنة هتسمع مننا احنا وتتعلم مننا احنا؟ يقول بحج النهاردة المسيح بعت لي رسالة جديدة. الله. يحضر آخر العظة كان ويقول أنا خدت حتة من اللي قلتوها وكملت عليه. أي اتضاع.